السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو هذا الإخوان جديد الرضوان كما كتشوفوا أشغال متواصلة. الله يتقبل جميع المحسنين اللي ساهموا في هذا المجهد هذا. كتشوفوا الصومعة عم يخدموا الداخل والصباغة وكلش. اللي بغى يزيد يساهم في هذا المجهد مرحبا، يخصو السيما والسيما البيضاء. وماشي ضروري أنك تساهم ماديا، تقدر تجي تشري السلعة لراسك وتجي كما كان معنا واحد المحسن دابا الله يجازيه بخير. الصومعة كتخدم الإخوان، غندخلو بيكم المسجد من الداخل، غنوريكم كلش. مع الأشغال الإخوان على المسجد، هادي 7 طن خلصها واحد المحسن تا هو الله يجازيه بخير، نتوما تشوفو الله يتقبل منو. هادشي لها نتوما، غادي الحمد لله. راه فيه كما قلت لكم قريب 1000 متر، 946 تقريبا. البيبان ها هما ركبو، السراجم راكبين، هانتوما تشوفو، هانتوما تشوفو السراجم كلهم ركبو، يعني راه في الفينيسيون الحمد لله. هانتوما تشوفو البيبان عاوتاني كراكبين كلش. هانتوما المسجد تبارك الله طلع ما شاء الله، الله يتقبل من جميع المحسنين اللي ساهموا فيه. هاديك السدة ديال العيالات كما كتشوفو ليها فيها 260 متر، هاهي هادو هما الدروس كيطلعو لدار القرآن. طلعو لدار القرآن و للسدة هادي. هادي الصباغة، الصباغة هي الإخوان، هادي السدة ديال العيالات. و باقي لهم الخدمة كيما كيقولنا السيد. صبغتو لتحت شي حاجة؟ ولا بديتو من الفوق؟ هذا سونتيو ياك؟ ها؟ واه هانتوما تشوفو، هاي تقبل، هادي القبة. هذه فيها 260 متر واقيلا ياك؟ هذه غير ديال العيالات فيها 260. هاهي هذه السدة ديال العيالات. هذه دار القرآن، هاهي مفينيا هذه مسالية. هاهي ما شاء الله، يعني هاد المسجد هذا راه قريب يتسالى. اللي بغى يدير اللمسة ديالو في هاد المسجد هذا مرحبا. مسجد الرضوان راه حدا لابيسين الفوق، صحاب لابيرمي، صحاب البيرميات والعلي الشريف تمديد. هادي واحد السلعة خلصها هذاك المحسن، هذاك جا خلصها لراسو قريب 15000 درهم اللي هنا، وخلص الصباغة. وادعيو مع هاد السيدة السي حسين، راه اليوم حط لكم 2,800,000 هنايا، ديروا له شي معروف الوالدة ديالو موفية والواليد والعائلة ديالو كامل، والحاجة واحد الأخت ديالو تا هي. أوا لا تقبل منو، حط تقريبا 2,800,000، كانت فيهم واحد 6,000 درهم كريدي، خلصها لهم وخلص لهم هنا السلعة وكلش. هاي
الصومعة هي كي طالعة ما شاء الله. الله يتقبل من هذا السيد هذا الصديق. جا الراسو مشى وخلص الراسو وكلش كلشي باين. تمنية وعشرين ألف درهم لحد تقريبا في التوتال. الله يخلف عليه. وهذا محسن وحدة أخرى عاود ثاني مسكين ياك هو اللي تكلف بهذا البيبان دياله ياك. واه يعني دابا الامور غاديه مزيانه. هو جاب الزليج للدار ديال الفقيه هذا السيد. هذا السيد عاوتاني كذا بوحدو الله يخلف عليه اللي دار البيبان هادو. وهذا الصديق هذا الله يجعل صدقه على الوالده ديالو والوالد ديالو. جابكم الزليج خلصكم 6000 درهم ديال اللي كانت تما كريدي. والصباغه راه غادي تجي نهار الخميس وغادي يجيبها لكم هنا. سمو غادي يخص في المسجد دابا سمو غادي يخص. واحد الصديق عاود قال لي نتكلف بالفرفارات واحد 20 فرفاره حتى هو باش ما نساوهاش. شنو غادي يخص؟ ديال خلينا ديال الباسطه ديال الفينيسيو شنو يخص مثلا؟ يعني خص اليد العامله والسلعه السيمات خص السيمه البيضاء. شحال تخص كاع ديال السيمه البيضاء؟ تخص عاوتاني واحد 140 شكاره ديال السيمه البيضاء. والسيمه الاخرى؟ لا غير السيمه البيضاء. الاخرى موجوده؟ الاخرى موجوده. واه داك 7 طن. واه وحنا باقي خدامين بها باقي مثلا. انت تشوف يعني المسجد راه غادي تبارك الله. الله يتقبل من جميع الناس المحسنين. واللي بغى يزيد يساهم ولا ماشي ضروري تعطي الفلوس دير واحد راسك كما دار هذا الصديق هذا ديتو تما وخلص راسو وكلش. واه هذاك الشيء اللي كاين. واه واه لا لا يجي راسو قال يجي يخلص السيدي ويجيب للجامعه. هو دابا حاضر على السلعه كتهبط قدامه والله يتقبل. ها هي دابا هذا راه مفيني دابا هذا البيت الوسط هذه مفيني ما خصها حتى حاجه ديال الماء. ولانستاسيون ديال الماء شنو غادي يخص فيه؟ تيوات ساهل الحال ماشي مشكل. واه ماشي شي حاجه. الاخوان كما كنقول لكم راه ماشي ضروري تساهم ماديا. تقدر تشري وتجيب راسك للمسجد واللي بعاد راه كنتسخروا لهم كيصيفطوا مثلا شي امانه ديالهم ولا كنتسخروا لهم وكنصيفطوا لهم الدوفيات ديالهم على من شرينا السلعه. وهادشي اللي كاين. والله يجعل تقبل ربي من الجميع. السلام عليكم. اقل حاجه ديرها بارطاجي لا فيديو هاد لا فيديو لعل وعسى تكون انت سبب في هذه الصدقه. السلام عليكم.